السلام عليكم خوتي، كيف حالكم؟ كلشي مزيان؟ مرحبا بأول أول تعليق وأول لايك. ديديكاس من ميلانو الإخوان، مرحبا بالجميع، مرحبا بكم في هذا المباشر، في هذا اللايف اللي غادي نطرقوا ليه على موضوع السناتورية، عقود العمل واللجوء أخوتي واللجوء. مرحبا بالجميع، ما علمتكمش سمحوا لي بأنني غادي ندير لايف، يعني فاش كيكون عندي وقت كنحاول انني ندير اللايف. ديك المره كنت درت لايف وتصادف مع الماتش ديال المنتخب المغربي، ولا بنادم كيقول لك انت درتي لنا لايف راه حنا باغيين نتفرجوا، باغيين ياك اليوم ما كاينش ماتش ياك. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم الاخوان، وغادي نحاول انني نجاوب على جميع الاسئله ان شاء الله اللي كتطرح. مرحبا بكم كاملين اخوتي، مرحبا بالجميع، صباحكم مبروك خويا عبدو فاخر، وعليكم السلام خويا محسن. مرحبا بكم اخوتي كاملين، مرحبا بكم في هذا اللايف. هذا طرقوا لي الموضوع السناتوريا، الناس كتسول على السناتوريا، الناس كتسول على اللجوء، الناس كتسول على واحد المرحله ديال طلب ديال تقديم الكونترات، وهي المرحله الاولى ديال استروتوريا. استروتوريا هي المرحله الاولى الاخوان ديال تقديم الطلب. وعليكم السلام، سلام خويا حسن ابراهيم، وعليكم السلام، علاش ما كتجاوبش الاولى؟ انا كنجاوب وكنجاوب قدر المستطاع، بطبيعه الحال ما غاديش نجاوب كلشي، يعني ما نقولش لك لا راه كنجاوب كلشي، ما غاديش نجاوب كلشي. الميساج اللي شفتو طلع ليا كنجاوبو، كنجاوب الناس اللي هما ما عمرني ما جاوبتهم، كنحاول اني نجاوبهم. خويا صيفط لك الروسي، غادي نشوفو ام بدر الدين، غادي نشوفو ان شاء الله في الخاص. اللي بغى يرسل شي حاجه مثلا كونترا نشوفها ليه، ولا الروسي بلا ما يكتب، بلا ما يكتب شي تعليق ولا شي رساله، يرسل غير ديريكت الروسي ولا الكونترا، كطلع لي انا فوطو. فاش كنشوف انا فوطو ولا صوره كنكليك عليها كنعرف بلي راه السيد باغي يعرف ضروري الروسي والصحيح ولا الكونترا. خا يونس مرحبا، مرحبا بك خويا يونس العزيز، الله يحفظك، الله يحفظك لي خويا حتى انت امين، والله يحفظكم كاملين يا ربي ان شاء الله. خويا صافي عليك الحمد لله، مرحبا بكم الاخوان، مرحبا بكم في هذا اللايف. هذا كنتمنى نكون ما تصادفش هذا اللايف ثاني مع الماتش ديال المنتخب المغربي. كندرت اللايف وكان المنتخب لاعب، والغد قال لي واحد هضر لينا على الكره، عارف بلا راه ما عنديش انا مع الكره، داكشي اش قال هضر مع الكره. المهم اخوتي غادي ندخلوا في الموضوع ان شاء الله، غادي ندخلوا في الموضوع. السلام عليكم اخي الكريم، جاوبني على السؤال. غادي نجاوبك ان شاء الله خويا محمد، انا صيفطت لك في الخاص وما جاوبتيش. كنجاوب ولكن ماشي كلشي، انا كنجاوب. كاين النصابه فقط، ما كاين عقود العمل، اتفق معاك لحد الساعه كاينين النصابه، عقود العمل باقي القانون ما تفتحش. القانون باش كيتفتح ديال العقود العمل راه كلشي كيعرف، وكنقولوا بان راه خبر زوين، خبر مفرح، خبر صار، راه تفتح القانون، تحط في الجريده الرسميه اشحال بغات الحكومه. الوزاره تتعلن، بطبيعه الحال الوزاره الداخليه كتعلن عن فتح القانون ديال ديكريتو فلوسي، وزاره الشغل كتحدد الكوطات، يعني كتحدد حصص دخول العمال اللي باغيين في كل قطاع وفي كل عماله. كلشي كيعرف بان راه القانون تفتح. دابا كنحاولوا اننا نجاوبوا على الاسئله اللي كتطرح على القانون وعلى السناتوريه وعلى اللجوء. من طبيعه الحال هذا الاخ هذا قال كاين غير نصابه، فعلا دابا النصابه كيستغلوا الفرصه والوضع، كيقول لك راه القانون راه كاين، ها انتم شوفوا، ولا كيوري واحد الفيديو يعني كيهز منه واحد كيقتطف من واحد الكلمه ولا جمله، ولا كيقول له اسمع راه القانون راه كاين، يعني توصلت برسائل من عند الناس كيقول لك راه حنا عطينا فلوس، عطينا تصبيق، عطينا باسبورات، ولكن راه قالنا القانون راه مفتوح، راه دفع لينا. كنقول لهم طالبوا بالروسيه ديالكم، الا دفعتوا شي كونترا الروسي راه من حقك انك تاخذه. كتقول له شوف اخويا دفعتي ليا، خديتي رزقك، خديتي التصبيق، الباسبور، كلشي، اعطيني الروسي، اعطيني الوصل، هذاك التوصيل باش دفعتي خاصك تعطيه ليا، لانه من حقك باش تاخذ هذاك التوصيل ضروري خاصك تسول على راسك واش صحيح ولا ما صحيحش، واش كاين القانون ولا ما كاينش، النوع ديال الطلب، التاريخ من دفع لك، مع من دفع لك، العمله اللي دفع لك فيها، شحال في الطلب، عام، عامين، ثلاث سنين، محدود، ما كاينش، هادشي كلشي كنشوفوه وكنقراوه. وي خويا مرحبا، مرحبا، غادي نجاوب كلشي ان شاء الله، غادي نجاوب كلشي ان شاء الله، مرحبا بكم الاخوان. المهم اخوتي الموضوع ديال اليوم ديالنا كيف ما قال السيد راه كاين غير نصابه، مازال ما كاين حتى حاجه دابا حاليا. ممكن حتى انا نقول لكم راه احتمال كبير، ونبدا نقدر نقول لكم راه يقدر يكون في شهر واحد القانون،
ولا في شهر جوج ولا في الاخر ديال شهر 12 مع الساناتوريا. ولكن لحد الساعه اخوتي ما كاين حتى شي حاجه، ما يمكنش ليا نقول لكم راه في شهر واحد يعني حتى نشوف شي حاجه. هو احتمال يعني الواحد كيلوحه هكاك في الله كيلوحه وصافي كيقول القانون راه كاين في شهر واحد. يعني لا تصادف قانون نيت تفتح في شهر واحد كيقول لكم ها الهضره اللي قلت لكم. يا قلت لكم دائما راه كنقول لكم داكشي صحيح وكيوقع، راه قلت لكم قانون شهر واحد. لحد الساعه حتى حاجه ما هضر عليه حتى واحد ما قال في شهر واحد. خويا صاحبتي حامله عندها مشى ليا، انا غادي نرجع لك اختي ونسول نشوف السؤال ديالك. واحد الفيزا عندي دافعه فوجا، بغيت نشوف واش داخله الكوطا ولا لا. ارسل لي الروسي، الا كان عندك الروسي ارسل لي الروسي. فيزا داخله الكوطا، فيزا ما كتكونش داخله الكوطا، غتكون عندك كونطرا وباغي تشوف واش داخله الكوطا واش داخله الحصه ديال فوجا ولا لا. فوجا مازال كتخرج اخويا، كتخرج الموديل سي، وكنتواصل مع الناس تما، كتواصل مع الناس ديال فوجا كبكره مازال كتخرج، وغادي يعطيوني ان شاء الله كونترات ديال الموديل سي ديال فوجا. ماشي غادي يعطيهم لي انا غادي نبيعهم، لا، السيد غادي يمشي غادي ياخذ من البريفيكتورا الناس اللي كيعرف غادي يعطيهم لي، قال يعطيهم لك وشاركهم مع الناس. الناس اللي كيقول لك واش فوجا مازال كتخرج موديل سي ولا ما كتخرج. فوجا كتخرج موديل سي، نابولي كتخرج سي، كازيرتا، ميلانو، لودي كتخرج موديل سي. بزاف ديال العمالات كلهم باقيين كيخرجوها الاخوان. شحال ديال فلوس تقدني الى تفتح القانون على حساب انت السيد اللي غادي يبيع لك الكونترا؟ شوف هو شحال غادي يطلب منك، حقاش هما يعني الوسطاء حتى هما كيكون عندهم بحال لا كيشريوهم بحال، فهمت يعني الفلوس ما كنبغيش نهضر فيهم. هضر معاك شي حاجه قانونيه، قول لي شحال ديال الوقت فيها، واش ناخذ فيها اوراق لا فين نقدر نعطيك معلومات. الفلوس كل واحد وشحال كيطلب. الله يوفق خويا، مرحبا خويا مصطفى، وين تقديت في تلك خويا يونس اللي تقديت في تيلاس موعد شهر واحد كونترا غتسالي شهر 12. ماشي مشكله خويا، انت عندك كونترا غتسالي في شهر 12 وتسجلتي في تيلاس كونتاكت وعطاوك الموعد في شهر واحد يعني من بعد كونترا، ما عندكش مشكل. اون فوا كتوصل بالكونترا، الكونترا شنو مكتوب فيها؟ مكتوب فيها غاديه توفى خلال او في غضون 6 اشهر. هذه في حاله ما الا ما تقيدتيش في السيت ديال القنصليه ولا ديال تيلاس كونتاكت باش تاخذ الموعد ديالك. الا ما تقيدتيش ولا ما عطاوكش موعد، من طبيعه الحال كتوفى هذيك الكونترا. الا تسجلتي وكلشي وخديتي موعد ما عندكش منش طاب. السلام عليكم خويا يونس، شي طريقه باش نتواصلوا مع باترون؟ صعيب طريقه باش تواصل مع الباترون، كنت حطيت واحد السيت كيفاش تواصلوا الاخوان مع الباترون، ولكن بزاف ديال الناس هاجموني قال لك لا هذا السيت هذا غير ديال الناس اللي هما هنا في ايطاليا وما كيتفتحش في المغرب وكذا وكذا، ولكن الناس في تونس في الجزائر في المغرب خلال هذاك السيت تواصلوا مع الباترونات ودفعوا لهم ايضا في الدكريتو فلوسي وبقاو يتواصلوا معاهم. وهما قالوا لي بان راه سلينا الروسي وشوف يعني من خلال هذاك السيت راه حنا تواصلنا مع الباترون. وبزاف ديال الناس هنا في ايطاليا كيقول لك لا هذا السيت هذا راه غير ديال البيع والشراء، يعني هذا راه ديال البيع والشراء ديال 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 الكونترات ديال العمل ديال اي حاجه، هذاك السيت اللي كنت حطيته الاخوان. وعليكم السلام. المهم الاخوان شحال ديال الوقت تخرج كونترا مني؟ المهم شحال ديال الوقت كتخرج الكونترا الاخوان؟ هذا السؤال هذا هو راه مزيان، غادي نحاول اني نجاوب كلشي، نحاول. شحال ديال الوقت انا كتخرج الكونترا؟ الكونترا كانت كتعطل حتى 6 اشهر حتى العام حتى العامين كاع. مؤخرا دابا كنشوفوا ان بعض العمالات مازال كيخرجوا الكونترات اللي دفعوا في شهر 10 وفي شهر 11 ديال 2020 مازال كيخرجوا دابا. يعني هذا دليل كيبين لنا بان الكونترات ما عندهمش واحد التاريخ محدود شحال كتبقى صافي وكيحبسوا، واش خرج على شهر ولا شهرين ولا. المهم التعديل اللي جا في القانون الجديد اللي هو تحدى دائما تنقولها لكم، وراه الناس اللي متبعين القناه ديالي ومتبعين الصفحه ديال الجاليه 24 كيشوفوا الفيديوهات كيعرفون علاش هضرت. كان جا واحد التعديل واحد القانون واحد لاجي ديكريتو ديال التسهيلات والتسريع الاخوان. هذا الديكريتو هذا لاجي ولا القانون كيقول بان خرجنا 21 في شهر 6 2022، كيقول بان الكونترا غادي تبقى تخرج، وراه درت فيديو الاخوان وهضرت لكم عليه. الكونترا غادي تبقى تخرج في غضون شهر ماسيموم كحد اقصى شهرين يعني 60 يوم غادي تبقى تخرج. والكونترول اللي كانوا كيديروا على الكونترات وعلى الباترون والشروط وكذا وهذه، هو فقط الباترون ولا صاحب الطلب اللي غادي يدير يعني اللي غادي يرسل لك الطلب فقط كيسيني
وكيقول لهم انا الموقع اسفله وكنتحمل جميع المسؤوليات بان هذا الباترون راه نقي ما عنده حتى شي مشكل، راه ممكن ان يجيب هذا العدد من العمال الاخوان، فهمتوني؟ يعني كيديكلاري والكونترا كتخرج في غضون 30 ولا 60 يوم من فاش كيجي العامل كيبدا البحث، يعني باش يسرعوا ويعجلوا يعجلوا الطلبات باش انهم يخرجوا الكونترا وكلشي باش العامل يجي ويخدم في الوقت ديالو، يعني في الموسم ديالو عاد كيكون كونترول من بعد. هادشي اللي كاين دابا حاليا القانون الجديد ان شاء الله ديال ديكريتو فلوسي غادي نطبقوا عليه هاد اللاجي هذا اللي خرج 21 شهر 6 2022 ديال التسهيل والتسريع في اصدار نون لاوستا، وكذلك التسريع والتسهيل في اصدار التاشيره ديالك اللي غادي تبقى تاخذها فاش تاخذ من طبيعه الحال الموعد الرونديفو كلشي غتاخذها في غضون 20 يوم باش يجي العامل ويخدم الموسم ديالو، فهمتوني؟ يعني الكونترول كيكون من بعد وديك الساعه كيتحمل المسؤوليه صاحب طلب يعني مكتب الخدمات ولا ايضا الباترون اللي كيدير الطلب ديالو، لانه سينا قال لهم بان راه ما عنديش شي مشكل مع يعني سواء عنده سوابق عدليه ولا غير عدليه، ما عنديش شي مشكل مع المهاجرين ولا مع العمال ديالي، حتى واحد ما مديكلاري بيا ومخلص الواجبات اللي عليه. الله يرحم لك الوالدين. انا احب مشى ليا التعليق. المهم السناتوريا خويا يلا مشى بكونترا، هذا الموضوع حتى هو بغيت نهضر عليه ديال السناتوريا. السناتوريا خويا يلا مشى بكونترا، واش يدير وراق شحال باش يديرهم؟ جاوبني عافاك. شوفوا الاخوان، الناس بزاف كتصنف قانون ديكريتو فلوسي وقانون السناتوريا، شفنا بان قالوا راه الهضره الاخوان هما فشي هضروا، حتى حنا تنهضروا كنوصلوا المعلومه للناس اللي ما وصلوش المعلومه والناس اللي ما كيبحثوش من طبيعه الحال، راه كاين اللي كيبحث وكيسول وكيدير ترجمه فوق من الايطاليه العربيه يعني كيقلب. هادشي كنبغي ننصحنا اي واحد، قلب، دخل المواقع ديال ايطاليا، دخل سميتو هو الموقع وزارة الداخلية، ترجم، جبد بالإيطالية وترجم في جوجل وشوف شنو كيتقال باش ممكن انا ما نشوفش شي حاجة، ما نشوفش شي خبر. واحد قال لي راك كتدخلوا غير الجرائد، بحال ما يعني فاش كنلوح فيديو ولا شي حاجة قال لي راكم كتدخلوا غير الجرائد وكترجموا، كتقول من طبيعة الحال غادي ندخل الجريدة نترجمها وغادي نقول لك شنو قالوا. علاه دابا انا منين غادي نجيب الأخبار؟ غنجيبها من الجرائد، غنجيبها من التلفازة من الصباح وكنتفرج كنتسنى بيانتي دوزي وزير الداخليه غير يطلع يقول شي حاجه، حقاش قال لنا بانه راه يوم الاثنين اللي فات انه غادي يقول لنا غادي يجتمع يدير اجتماع مع وزير العمل وهذا الشيء هضرنا فيه، غادي يقول لنا اشنو كاين امتى الديكريتو فلوسي الشروط، لحد الساعه ما كاين حتى حاجه. بطبيعه الحال كندخلوا الجرائد كنبحثوا كنجيبوا معلومات اخر الاخبار كنحطوها سواء في لايف ولا في يعني كدير فيديو وكتحطهم بطبيعه الحال. يعني الا ما جبناش الاخبار من الجرائد اللي هي رسميه منين غادي نجيبوها في نظرك؟ غادي نجيبوها من الخيال ديالنا، غادي نكذبوا عليك؟ ما غاديش نكذب عليك، انا دائما كندخل الجرائد وكنجيب الخبر اللي هو رسمي وبعض المرات كنحط حتى مصدر الخبر. بطبيعه الحال جرائد اللي هي كتحط خبر رسمي بطبيعه الحال. بالنسبه للسناتوريا، الناس اللي كيسولوا على السناتوريا قالت لك بان خوها ولا ولدها ولا شي حد يعني طلع في القانون ديال ديكريتو فلوسي، وهذا الشيء هذا ديال السناتوريا قانون ديال تسويه اوضاع المهاجرين غير الشرعيين كلشي غادي يبدا يسول عليه. علاش؟ لان بزاف ديال الناس طلعوا بكونترات محدودات وغادي يبقاو حارقين في حاله ما الا ما بدلش معهم باترون وما خدمهمش الباترون ديالهم اللي جابهم وما ريقولهمش الباترون، كيبقى حارق. شنو كيدير؟ كيبقى يتسنى حتى هو في قانون السناتوريا. في المغرب كان كيتسنى في قانون ديكريتو فلوسي انه يطلع لايطاليا ويسول الوضعيه ديالو ويحسن الوضعيه الاقتصاديه ديالو، فاش كيجي هنا كيجي بلا اوراق بلا والو، كيوفاو ليه يعني كتوفى ليه هذيك المده المحدوده ديال العقد العمل، وكيبقى ثاني تسنى في قانون اخر اللي هو قانون السناتوريا ديال تسويه اوضاع المهاجرين الغير الشرعيين، يعني كيخرج من وحده كتشد وحده اخرى. المهم السناتوريا حتى هي غادي نهضروا عليها دابا نيت، بزاف الناس كيطلعوا بعد عقود عمل اللي هي محدوده كيسولوا السناتوريا امتى. السناتوريا قالوا بانها غادي تفتح مع الديكريتو فلوسي، هي ما عمرها شي سناتوريا في التاريخ تفتحات مع الديكريتو فلوسي، عمر شي سناتوريا في التاريخ. من نهار دخلت انا لايطاليا وكنت تنسول الناس اللي كانوا قبلي يعني في ايطاليا كيقول لك السناتوريا بوحده والديكريتو فلوسي بوحده. هاد السنه هذه اشنو قالوا؟ دائما في شهر 6 فاش خرج هذاك الليجي ديال يعني القانون ديال تسهيل وتسريع الكونترات الاخوان والطلبات، قالوا بان ان شاء الله هنايا فاش غيتفتح الديكريتو فلوسي اللي كانوا سموه اللي باقي عاقل كانوا سموه الديكريتو فلوسي بيس،
يعني ديكريتو فلوسي اللي هو مكرر ديال 2021 2022، قالوا غادي تفتح ان شاء الله وغادي نفتحوا معاه قانون الساناتوريا. هما ما قالوش قانون الساناتوريا ولكن قالوها بصيغه اخرى، قالوا بالنسبه للناس غادي نستافدوا، حتى الناس اللي هما هنا في ايطاليا ديجا داخل ايطاليا يقلبوا على رب عمل على باترون مشغل، يدير معهم واحد كونطرا ديال الخدمه، وعد وعد بالعمل بان هذا السيد هذا اما راني مخدمه من شحال هذه يعني مخدمه في النيرو كيديكلاري بكل شيء، ما يكونش شي حاجه فالص بطبيعه الحال، كيصرح بكل شيء مخدمه يعني كان خدام معايا النيرو. وانت اشنو كدير؟ علاش غادي ندمجوا هذه الساناتوريا هذه؟ اولا باش يستافدوا من تنابر طلبات بزاف ديال الحوايج، وايضا من الكونتريبوتي الضرائب. هاد الساناتوريا ضروري غادي يفتحوها مع الديكريتو فلوسي مع القانون كيف ما قالوا، وهما بطبيعه الحال الحكومه هي اللي مستافده الاولى، هي اللي مستافده الاولى، وماشي شغلها هي تخدم ولا ما خدمش. هما كيفتحوا الديكريتو فلوسي كيحدوا حصص دخول العمال، بالنسبه للساناتوريا كيفتحوها باش هما يستافدوا من التنابر وبزاف ديال الحوايج ومن الضرائب بالاخص. اشنو كيفرضوا على شنو قالوا؟ قالوا خاص الواحد يكون داخل قبل الا بغى يستافد من الساناتوريا اللي غادي تكون في الديكريتو فلوسي اللي غادي يدمجوا معاه، خاص الواحد يكون داخل لايطاليا قبل 1 في شهر 5 ديال 2022. انت دابا الا تفتحات الساناتوريا الاخوان، تفتح قانون ديكريتو فلوس، قانون ديكريتو فلوسي مع الساناتوريا، الباترون ديالك المشغل رب العمل اللي غادي يدير لك الكونترا بالنسبه لقانون تسويه اوضاع المهاجرين، اشنو غادي يدير لك؟ غادي يدير لك بانك كنتي خدام عنده نيرو، ولا كنتي خدام عنده نيرو، يعني شكون اللي غادي يستافد؟ ماشي انت اللي غادي تستافد، انت غادي تخسر. والباترون الا كان بصح مخدمك نيرو هو اللي غادي يخلص عليك الضرائب، حتى هو غادي يخسر. علاش؟ حقاش غادي يخلص عليك هاد المده كامله من شهر 5 حتى لنفترض انهم فتحوا الساناتوريا في شهر 12، غادي يخلص عليك هاد المده كامله ديال الضرائب 5 6 و7 و8 و9 و10 و11 و12، سبعه شهور ديال الضرائب اللي غادي تستافد منهم الدوله وتستافد من التنابر ديال الطلبات. والباترون الا قال لك شوف انا راه بغيت غير نصاوب لك الوراق وانت خلص على راسك، عرفت شحال غتخلص؟ على الاقل اللي الا كان مريق لك ربعه السوايع في النهار ودير لك مثلا واحد الكونترا اللي هي ديال ربعه السوايع في النهار، سواء كان ديال ديما ولا محدوده، عرفت شحال غتخلص؟ في كل 3 شهور، في كل 3 شهور الا كان دير لك غير ربعه السوايع على حساب، الا كان فلاحه راه غتخلص اكثر. كان ديرك مثلا في بادانتي ولا خدام عنده في الدار في المثال، حقاش هما اللي كيحددوا القطاعات المضره في قانون ديال الساناتوريا اللي غادي تفتح، اما مثلا فلاحه ولا الصيد البحري ولا الدوميستيكو يعني خدم البيوت ولا البادانتي مثلا ولا شي قطاع اخر، انت على حساب هذاك القطاع كتخلص. كنتي خدام فلاحه، فلاحه كيخلصوا الضرائب بزاف، كنتي خدام عندي انا في الدار كتخلص قل، يعني في كل 3 شهور غادي تخلص 370 اورو حتى 400 اورو، وعلى حساب الكونترا اللي درت لك انا. تخيل معايا درت لك كونترا ديال 8 سوايع، غادي تخلص عوا 300 اورو، غتخلص في المثال غير مثال 600 اورو ولا 700 اورو في كل 3 شهور. وتخيل معايا انت ما خدامش ولا خدام على قد الحال، وغادي تبقى تخلص على اوراقك وانت مازال ما استفدتيش منهم. المهم بزاف ديال الناس طلعوا مؤخرا حتى هما كيف ما قلنا الاخوان عقود بعقود عمل اللي هي موسميه محدوده، وكيسولوا على الساناتوريا امتى ان شاء الله كيف ما قالوا غادي يفتحوا ساناتوريا الناس اللي هما هنايا مع الديكريتو فلوسي. دفع لك الباترون في ديكريتو فلوسي، ممكن انه يدفع لواحد اخر في الساناتوريا مثلا ويديروا مريقلو من شحال هذه، يعني يخلص عليه كونتريبيوتي بانه يعني كيديكلاري بيه بلي راه السيد راه كان مخدمو في النيرو وكيخلص ليه الضرائب من نهار دار له الطلب. غتكون الساناتوريا ان شاء الله، ولكن بالضبط امتى تاريخ ما نقدر نقول حتى حاجه، لا شهر واحد لا شهر جوج لا ثلاثه لا الاخر في شهر 12 ديال 2022، لان ما شفتش شي جريده كيف ما قال السيد كتشوف الجرائد من طبيعه الحال، ما شفتش شي جريده عندها شي خبر ولا شي جريده يعني عندها اخبار رسميه، حقاش كاين بعض الجرائد اللي هي كاذبه، وكاين محاميين ايضا عندهم مواقع في جوجل كيدخلوا وكيكتبوا كيكتبوا على الديكريتو فلوسي على قانون التدفقات على قانون الساناتوريا وكيزيدوا فيه، يعني كيكذبوا كيحطوا يعني تقارير اللي هي كاذبه، ويعني كلشي زائف، يعني بعض المحامين كيدخلوا باش انك تواصل مع المحامي تاخذ من عنده معلومات وتخلصوا، على ان المحامي فاش كيبغي يعطيك تسولو على غير معلومات كيقول لك خاصني ضروري تعطيني 50 اورو 10000 ريال مغربيه غير باش المحامي يعطيك معلومات، ولا تمشي عنده مثلا لوفيتشو المكتب ديالو خاصك ضروري تخلصو الا بغيتي غير تجلس معاه هكا وتقول له
القانون شحال طالبين في شحال من حصة، شحال حصة الدخول، أو مثلا شحال من كوطا طالبين لهاد العمالة. إلا بغى يعطيك هو هاد المعلومة هذه خاصك تخلص، وخاصك تعطيه 50 أورو باش هو يعطيك المعلومات. فهمتوني يا خوتي؟ المهم قلت لكم عشان الموضوع الثاني، يعني هاد الناس هادو اللي كيسولوا على السناتوريا الإخوان، غادي نحاول الإخوان نجاوبكم الحماية الخاصة وكيف يبدأ مؤخذ الرفض. الحماية الخاصة غادي نهضر دابا نيت على اللجوء الإخوان، الحماية الخاصة بروتيكسيون سبيتشال هي اللي دابا يعني سطرت عليها، غادي نهضروا عليها. لأن بزاف ديال الناس كيف ما قلنا دائما يعني كنبقاو مرتبطين مع عقود العمل والسناتوريا. غادي يجي اللجوء غادي نفهمكم، اللي كيدخلوا دائما بعقود العمل كيحرقوا العقد ديالهم، او كيحرقوا المده ديال الموكود ديالهم هنايا ولا الكونطرا ديالهم هنا في ايطاليا. اشنو كيبان لهم؟ كيبقى بان لهم اما السناتوريا باش يسوي الوضعيه ديالو، او اللجوء كيفكر في اللجوء. انا كنقول لهاد الناس هادو اللي بقاو حارقين، من الاحسن يعني نصيحه من خوكم، من الاحسن تفادى اللجوء وتسنى قانون السناتوريا. لان قانون السناتوريا كتاخذ به وريقاتك وكتمشي للمغرب معزز مكرم وكتخدم وكل شيء الى غير ذلك. اما بالنسبه للجوء، انا كنت ديجا هضرت على اللجوء وقلت بان راه الناس خاصها دير اللجوء من طبيعه الحال، في حاله ما الى تسدوا في وجهها جميع البيبان ديروا اللجوء من طبيعه الحال، وهو ديال الحمايه الخاصه. ودابا اللجوء الاخوان راه غادي وكيتشدد، يعني غادي وما غاديش يبقاو يقبلوا الطلبات كاملين ديال اللجوء في 2023. علاش؟ لان هاد الطلبات هادو ديال اللجوء غادي يديروا، غادي نعود يقول لك انت الا باغي تطلب اللجوء تجي عندنا حتى للطاليان هنايا وطلب اللجوء، ما غاديش تقبل لك. علاش؟ خاص طالب اللجوء يطلبوا اللجوء في الدول ديالهم. مثلا يطلب اللجوء غادي يديروا مكاتب تما ديال طلب اللجوء، انا ندفع طلب اللجوء لهاد البلاد، مثلا ايطاليا ولا فرنسا ولا بلجيكا لهاد الاسباب. وغادي تشوف تما المكتب اللي غادي يدير لك هاد الطلب هذا واش غادي يعطيك القبول ديال اللجوء ولا الرفض بالنسبه للبلاد اللي انت غادي تطلع ليها. لان واخا انت جيت لايطاليا وتطلب اللجوء ما غاديش يقبلوك، غادي يقول لك كاين قانون في البلاد ديالك اللي سماه هوت سبوت في البلاد ديالك، تما فين خاصك تطلب اللجوء. وافقوا ليك غادي تطلع لايطاليا بالبروتيسيون سبيتشالي ولا السبب ولا البرميسو اللي انت طلبتي، ما وافقوش لك غادي تبقى في البلاد ديالك. فهمتوني اخوتي؟ لهذا يعني اللجوء خليه اخر حاجه تفكروا فيها، وهو انكم ديروا اللجوء وتاخذوا ورقات ديال اللجوء. هنا كاين اللي تيدير اللجوء يعني السياسي وما كيمشيش به للمغرب، كاين اللي كيدير اللجوء اللي هو ديال الحمايه الخاصه بروتيسيون سبيتشالي وكيتقبل 50 60% وممكن انك تخدم به، تاخذ عامين في الوراق فاش تخدم ممكن انك تبدل من سبب اللجوء لسبب العمل. الوريقات البيرميس الاول في عامين بطبيعه الحال، من بعد ما انك تاخذ لا ريتشيفوتا يعني الروسي ولا هذاك البيرميس سوجور ديال 6 شهور اللي هو تيمبوراني مؤقت، فاش كيقبلوك اللجوء كيعطيك بطبيعه الحال عامين ممكن تخدم به، ممكن تمشي به حتى المغرب. ومن الاحسن انك تدير، من الاحسن انك تدير يعني ولا تسنى يعني قانون السناتوريا، من الاحسن شحال ديال الوقت باش تخرج كونترا، ملي كيصيفطوا الباترون ديالك يعطيهم الوراق عمل، شحال ديال الوقت باش تخرج كونترا من اللي كيصيفطوا الباترون ديالك يعطيهم وراق، على حساب الخدمه. يعني الباترون فاش كيدفع الوراق كلشي، يعني هما اش كيطلبوا منه؟ كيطلبوا منه الباسبور ديال العامل، هي اخر حاجه كيطلبوا منه الباسبور ديال العامل، كيطلبوا منه السكن ديال العامل فين غادي يجي واستقر هذا العامل هذا، وكيطلبوا منه الكود وشي حوايج اخرى ديال الباترون. هو خاصو ضروري في اقرب وقت غير يجيه الايميل يحاول انه يرد على الايميل بالوثائق اللي هما طالبين، واللي يمشي يدي لهم. يعني الا قالوا لي خاصك ضروري تجيب لنا لوريجينال، يجيب لينا الوثائق اللي هي اصليه، خاصو ضروري يدي لهم الوثائق الاصليه. وديك الساعه كيبقى يعني القرار ديال البريفيتورا ولا سبورتيلو اونيكو مكتب الهجره، على حساب الضغط اللي عليهم عدد الطلبات اللي عندهم وكل منطقه وكيفاش كتخدم اخوتي. ممكن 15 يوم تخرج كونترا، ممكن شهر، ممكن شهرين، ممكن حتى اكثر. وخاص الباترون ضروري يرسل الوثائق اللي هي طلبات البريفيتورا في اقرب وقت. احسن دوله لي هذا الاخ، هذا الاخ مشى ليا التعليق ديالك شي اخبار على القانون السناتوريا كنا هضر عليه اخويا. الى رجعتي البدايه في البدايه ديال اللايف عبد الصمد خويا غادي تعرف شنو قلت على قانون السناتوريا. لحد الساعه مازال ما هضروش على السناتوريا والقانون. عزه اخي الله يرحم الوالدين، شوف لي عمل عزه عمري
بزاف ديال الناس صراحة، بزاف ديال الناس كيقول شوف ليا خدمة شوف ليا خدمة. وكنحاول انني نعاون بزاف ديال الناس بالاخص في السكن، وما غاديش نبقى انا عاونت هذا عاونت هذا درت هذا درت هذا، لان لا درتي شي حاجه درتيها في سبيل الله خاصها تبقى خزنه. والصراحه هي هذه عزه، دخلي عندي الخاص ديال الصفحه، خلي لي ميساج، غادي نحاول بما امكن اني نشوف، قدر نشوف بضانتي. بزاف الصراحه بزاف الصراحه كيطلبوا مني انني نشوف عمل، واش كنعرف شي بلاصه ولا لا، كنعرف شي شركه ولا خدمه بضانتي ولا، يعني بما كنحاول بما امكن انني نساعد، ولكن بطبيعه الحال ماشي كلشي غادي يرسل ميساج ساعدني شوف لي عمل، غادي تشوف له عمل، يعني داكشي كيكون حالات يعني. فهمتوني اخوتي؟ احسن دوله الحراقه للخدمه والاستقرار هي ايطاليا، هي احسن دوله للخدمه والاستقرار بالنسبه للحراقه هي ايطاليا، وكتفسح قوانين ديال الساناتوريا احسن دوله. اوكي، بالنسبه لواحد السؤال الاخوان، هو الطلب في بحث الشرطه يعني اللي في المرحلة الأولى واش داخل الكوطة اللي هي استروتوريا، واحد المرحلة بزاف ديال الناس عندهم كونترات، واخا انت دابا تتسنى في قانون ديال ديكريتو فلوسياك. اوكي عز اختي، راه شفت الميساج ديالك، مرحبا، غادي ندخل اختي، غادي ندخل الخاص، راه طلع لي الميساج ديالك، ندخل الخاص وغادي نشوفه، ارسلت ليا في الخاص دابا. واخا اختي، الطلب في بحث الشرطة، انت الا كنتي كتسنى في قانون ديال ديكريتو فلوسي ولا دفعتي في ديكريتو فلوسي ياك وخديتي الروسي ديالك، وكتواصل مثلا كتواصل مع الباترون ديالك ولا مع السمسار ولا الوسيط، الوسيط عنده علاقه مع الباترون بطبيعه الحال، كيدخلوا الموقع وزاره الداخليه بالسبيد ديالهم فين داروا الطلب، وكيشوفوا مراحل ديال الطلب، كيصور لك وكيرسل لك يقول لك ها الطلب فين ياك، كيقول لك ها الطلب فين واقع، فين واقف، فين كاين ولا فين واقف. وقف واحد المرحله اللي هي استروتوريا، غالبا كاع الناس كنشوفوهم عندهم هذه المرحله هذه وباقا واقفه غير في هذه المرحله. شو هذه المرحله هذه ديال استروتوريا اللي كيصور لك السمسار ولا الوسيط وكيرسلها لك، اشنو كتعني؟ هذه هي المرحله الاولى اللي كيدخلوا لها جميع الطلبات، اي طلب دفع ديال عقد عمل في اي موديل في اي نموذج كيدخل تما، في اي قطاع كيدخل تما لهذا استروتوريا، واخا ما يكونش داخل الكوطه. يعني فاش كيدخل لهاد المرحله الاولى اللي هي ديال الاستروكتوريا، بحث اداري ممكن انه يكون ديال البوليس، ممكن يكون شي مكتب اخر، كلهم طلبات كيدخلوا هنا، كي داخل الحصه الكوطه كي ما داخلش عرف بان الطالب راه ديال كاين تما، راه ماشي هو يصور لك المرحله الاولى هذه استروكتوريا يقول لك ها هو الطالب شوف من داخل، وانت تقول له ايه صافي راه، يعني راه ما يقدر ما يكونش في المعالجه هذاك الطالب، لان هذيك هي المرحله الاولى، وكينتقل في حالة ما إلى كان بحث وداخل كوطة الطلب ديالو بطبيعة الحال، كينتقل المرحلة الأخرى والمراحل الموالية باش تكون المعالجة. يعني هاد لوفيتش ولا هاد المكتب هذا فاش كانت هذه في استروكتوريا، مرحلة ديال الاستروكتوريا مثلا كانت عند البوليس، والبوليس عطى الرأي ديالو إيجابي، الطلب ديالك ما كيبقاش في استروكتوريا، ولكن كيمشي المراحل الأخرى بحالة ما إلى كان الرأي ايجابي من طبيعة الحال، والبحث ايجابي ديال الشرطة المختصة ديال كويستورا من طبيعة الحال. الا عطاو رأي سلبي، كويستورا عطات رأي سلبي بان هاد السيد هذا مثلا كيعاد تيديرو بحث على العامل، وبحث على العامل واش كان هنا في ايطاليا ولا ما كانش، وبحث على المشغل من طبيعة الحال، الا كان واحد الرأي سلبي كتبقى دائما انت كتدخل كتشوف، وكتشوفها دائما في استروكتوريا انها باقا في المرحله الاولى، وانت كتعتقد ان راه الطلب في المعالجه وغادي تخرج. فهمتوني اخوتي؟ يعني استروكتوريا المرحله الاولى كيدخلوا لها جميع الطلبات، كل داخل كوطا، كل داخل حصه، كل اللي ما داخلش، الطلبات كلهم كيمشيو هنا وكيبداو يغربلوا، اللي دخل الحصه يتعالج، كيطالبوا بالوثائق من الباترون، الساكن كيف ما قلنا، الباسبور، الكود، المعلومات كاملين ديال الشركه. فهمتوني اخوتي؟ احسن دوله قلتها لك اخويا رضوان، بيرمي مازال ما كاين حتى شي حاجه اخويا، 2015 ممكن انه يتبدل، 2020 مازال ما كيتبدلش. نشوفوا الاسئله، وسمحوا لي بزاف الاخوان الا طولت عليكم، وانا ما عنديش الوقت، خاصني دابا نبدل حوايج ونخرج نمشي للخدمه اخوتي، يعني لقيت هاد الشويه ديال الوقت قلت ندير مباشر معكم ونحاول ان نجاوب على بعض الاسئله خويا يونس، شي طريقه باش كيصايبوا اوراق اللي حارقين في ايطاليا. طريقه اما كتسنى قانون ديال تسويه اوضاع المهاجر اللي هو الساناتوريا، اما كدير اللجوء راه باينه داكشي، ولا كدير زواج، ولا يعني هادو هما الطرق اللي كاينين، شي حاجه اخرى ما كايناش.
اوكي خويا، مازال دافع في تي ال اس كونتاكت، مازال ما عيطوا لي، كونترا قريبه توفى. اوكي خويا جاوبت، غادي نحاول انني نمشي للتعاليق والرسائل اللي هي لتحت الاخوان، وغادي تسمحوا لي بزاف. مازال حتى شي اخبار على القانون، مازال ما كاين حتى شي اخبار على القانون خويا محمد، مازال ما قالوش اخويا، وانا كنتسنى حتى انا على احر من الجمر انهم غير يطلع شي معلومه على القانون ولا خبر غادي بطبيعه الحال، عوض ما اننا نديروا فيديو مثلا بحال ما هكا ديال يكون مباشر ونضيعوا فيه الوقت، غادي نقول لكم خبر مفرح، قانون بداو جبدوا الباسبورات ديالكم وجدوا ديروا ديروا، يعني باش نبدا نقول لك دابا وجد الباسبور ودير ودير. هذا الشيء هذا راه كنت قلته انا، كانت قالت لنا البريفيكتورا، قالت لنا راه من بعد 20 شهر 10 غادي تفتح القانون، وحتى حاجه ما كاينه، يعني حتى انا تسرعت وقلت لكم راه 20 من بعد 20 شهر 10 غادي تفتح القانون. ان شاء الله ما غاديش نبقاو نقولوا هذا الشيء هذا حتى نتاكدوا من الخبر، يعني قانون كاين كاين، ما كاينش ما كاينش. الله يرحم لك الوالدين خويا. مرحبا خويا حمزه، الله يجازيك بخير. ام بدر الدين مرحبا بك اختي، السلام خويا. واحد السؤال، جزاك الله، واش مارياج كيحسبوا 5 سنين على باش دفعتي ليك ولا على طلاق باش جيب واحد اخر؟ ما بقاش اخويا مارياج، لا مبقاش 5 سنين، بقاش 5 سنين. الواحد دابا ولا كيتزوج ويطلق، يا اسمحوا لي، ياخذ هذيك البرا ديالو كيف ما كنقولوا، راه هنايا حتى هو كياخذ البرا ديالو، كلشي الوثائق ديالو ديال الزواج ديال الديفورسيو، ممكن انه يجيب زوجه اخرى، يعني يتزوج يدير عقد زواج ويجيب زوجه اخرى، او الا كانت مراه تجيب الزوج ديالها. بطبيعه الحال ما بقاش هذيك 5 سنين، الا كتفوت 5 سنين عاد ممكن اننا نجيبوا الزوج ديالنا ولا المراه ديالنا. ما سبب تاخر كونترات؟ مع العلم ما سبب اخويا ما سبب تاخر كونطراس مع العلم داخل الكوطه؟ تاخر الكونطرا ديالك مع العلم انك داخل الكوطه، ممكن ان البريفيكتورا، يعني كيبقاو احتمالات، يعني انا ما عرفش المشكل بالضبط فين كاين، احتمالات فقط، ممكن ان البريفيكتورا ما توصلاتش بالوثائق اللي طالبه من الباترون ديالك، رسلت له الايميل، هو قال يعني راه مشى الطلب صافي، راه كتعالج في الكونطرا، خلي حتى تصدر الكونطرا، اما تعيط ليا ولا ندخل نهبطها من السيت ولا يرسلوها ليا في البيك. هي باش كترسل الايميل بالوثائق، راه هضرنا على الوثائق اللي كتطالب بهم، الا ما رسلش من الوثائق اللي طالبه بهم، بالاخص كاين السكن، هو واحد المشكل اللي هو كبير، ممكن انا الباسبور ديالك يقول لك عطيني الباسبور تعطيه، ولكن هذا الفلاح هذا مثلا ما عندوش، انه ما عندوش السكن، يعني ما عندوش سكن، فين غادي تجي انت وتستقر؟ خاصو يعطي سكن، يعطي ورقه الضيافه، يعطي العبار ديال الدار، الافراد اللي غاديين يجيو يسكنوا في هذاك البيت، ويشوفوا واش ممكن ان هاد الناس هادو يجيو يسكنوا ولا لا، ويشوفوا حتى يعني حتى المكان او المنزل واش صالح للسكن ولا لا. الا ما عطاهمش هاد الاوراق هادو، ما الطلب ما غاديش يتعالج، ما غاديش تخرج الكونترا، هادو ابسط الحوايج، ما غاديش يعالج الكونترا، وهذا احتمال. وكاين يعني مشاكل اخرى، علاش ما كتصدرش كونترا واخا انت داخل الكوطه؟ لانه كيكون بحث. اما قانون الجاي، الدكريتو الجاي ان شاء الله، دفع الكونترا تخرج ليك، انا كنقول لك من هنا دفع الكونترا تخرج ليك، اللي قالوا في القانون راه مكتوب في القانون، ورانا ديجا دائما كنهضر دفع الكونترا تخرج ليك في غضون 30 يوم على الاكثر، كحد اقصى كيف ما قلنا 60 يوم، حتى كتجي حتى هنا العامل كيجي هنا عاد كيبدا البحث على الباترون والوثائق، خاص ما تكونش شركه وهميه، خاص السكن، خاص الباسبور ديال السيد، خاص الكود الدخل السنوي ديالك، عدد العمال، ونشوف واش مخلص الضرائب ولا مخلص. اش كيديروا بحث لقاو هذا الشيء هذا ما كاينش، يعني هذا السيد هذا ديكلارا بالفالسو، حط معلومات اللي هي زائفه، وكيتابعوا قضائيا الباترون بطبيعه الحال والسيد اللي دار الطلب. مثلا انا قدامي الكمبيوتر كما كتشوفوا هو هذا، درت السيد طلب، انا كنتحمل المسؤوليه، انا ماشي باترون، ولكن قال لي الباترون دير لي واحد الطلب غادي نخلصك، مثلا اعطيني الاتعاب ديالي الخدمه ديالي غادي ندير الباترون، ولكن انا الموقع اسفله، انا كنتحمل المسؤوليه وكندير لا فيرما، كنسني بان هذا السيد هذا عطاني جميع الوثائق، عطاني بان الشركه ديالو ماشي شركه وهميه، مخلص كل شيء داكشي اللي عليه، وعنده حق انه يجيب 20 واحد من المغرب، ولكن الا جا هاد 20 واحد كيرجعوا لشكون اللي دار الطلب. الا شفتوا الاخوان الناس اللي هما دافعين عقود العمل، الا شفتوا في الروسيات عندكم، دابا غادي تعرفوا بلي راه الكلام ديالي انه صحيح، الا شفتوا في الروسيات عندكم ولا بعض الروسيات، كاين الروسيات اللي فيهم وكاين الروسيات اللي ما فيهمش، كتشوفوا الفوق دابا هذا هو الروسي مثلا، هنا الفوق كاين المينستيرو ديال الانترنو، وزاره الداخليه، هنا اشنو كتلقاو؟ كتلقاو الاسم ديال السيد اللي دار الطلب،
يعني مكتب الخدمات ماشي الباترون، لا كتلقاو اسم لدار الطلب، بعض المرات كتلقاو ان مشطب هذا السطر هذا ما كاينش، ولا قدامه كتلقاوه خاويه ما ديرش اسم ديالو باش انه ما يتعرفش. ودابا ضروري انه يدير الاسم ديالو في القانون الجاي، كيدير الاسم ديالو كيف ما يديروش عندهم هما كلشي بان راه السيد فلان دخل بالسبيد بالهويه الرقميه، كلشي كيبقى مسجل عندهم، هو اللي دار الطلب وهو اللي كيتحمل المسؤوليه الاول قبل الباترون. يعني ما كاينش باش تهرب، ما يبقاش الواحد ما يبقاش تهرب من هادشي هذا، وما غيبقاش التزوير الا دفع لك بالصح الروسي ديالك وحصلت عليه، ماشي غير بالهضره يقول لك انا راه دفعت ليك، خاصو يعطيك الروسي. شتي فاش كتاخذ الروسي ديالك عرف الروسي ديالك بانه راه صحيح، غير ما يكونش شي واحد مثلا شي نصاب شي كلب مثلا بهذا الاسلوب هذا شاد الروسي اللي هو اصلي ومشطب على المعلومات اللي هما كانوا اصليه وزاد المعلومات ديالك. في الحاله هذه الله اعلم، في الحاله هذه ممكن، لان كاين بزاف ديال الناس كياخذوا روسيات اللي هما اصليين وكيشطبوا على المعلومات اللي هي كانت شخصيه، الاسم والنسب اسم الباترون، قدر ممكن ان اسم الباترون يخليه كيخليك جميع المعلومات وكيقول لك هكا هو الروسي. اما الروسيات اللي كتاخذوا من عند الباترون عرف بانك غادي تطلع لايطاليا 100% ومضمون، حتى تجي هنا عاد غادي يكون الكونترول. السلام خويا، واحد السؤال الله يجي مارياج كيحسبوا جاوبتك خويا. اخوان سمحوا لي بزاف، انا ما شفتش يعني ما شفتش جميع الاسئله كطرح، وكان الهدف ديالي انا من اللايف انني نجاوب على الاسئله ديالكم، لان بزاف ديال الناس كيدخلوا كيسولوا في الخاص، على يسولوا بزاف كيحطوا ميساجات كيقولوا علاش ما كتجاوبش. خويا نوش اخبار على كومو موديل بي، كومو موديل بي حسن خويا كتخرج، كومو موديل بي كتخرج اخويا، وانا تواصلت بها مع الناس اللي هما متبعيني بحال وجهك، كيعطيوني كونطرا كيقول لك هنا راه خرجات هنا خرجات هنا خرجات. حنا ما كنمشيوش للبريفيتورا وكتقول لهم واش خرجات ولا ما خرجاتش، يعني ما كاينش شي واحد كيمشي للبريفيتورات شخصيا وكيقول لك واش خرجات ولا لا. انا كنت نمشي لهنا ديال ميلانو لانها قريبه ليا، وكان عندي من طبيعه الحال هدف علاش كنمشي لميلانو، كنمشي للبريفيتورا كنجي من عندهم معلومات، باش شي واحد عنده قناه ولا صفحه يمشي للبريفيتورا هذه، يمشي ديال الكازيرتا، يمشي ديال نابولي، يمشي ديال روما، يقول لك راه من مصادر خاصه رانا مشيت ودرت، ما كاينش هادشي هذا. كيجيوه روسيات او كيجيوه كونترات كيشاركوا معاه ناس، ولا نهضر على راسي كيشاركوا معايا ناس، ما نهضرش على ناس اخرين من طبيعه الحال، كيشاركوا معايا ناس كيقول لي هاك اخويا راه خرجت في هذه البلاصه هذه، شوف ليا واش فعلا صحيحه، وفي نفس الوقت شاركها مع الاخوه اللي هما دافعين وكيتسناو، كنحاولوا اننا نشاركوا معاكم الكونترات اللي خرجوا، ونشوفوا كنطالبوا حتى بالروسي اللي خدا السيد باش نعرفوا التوقيت، باش نعرفوا التوقيت اللي دفع فيه السيد. كان دفع فيه مثلا في المثال في كومو، كتسول خويا على كومو، كان في المثال هذا السيد هذا عنده واحد روسي وفيه التوقيت 9:30، فاش كتخرج له الكونترا كنقول لك خويا كومو واقفه في 9:30، ولكن لا ما يمكنش لي نعطيك واحد التوقيت هكا وانت تعرف بان انت مثلا دافع 9:32 في المثال، غتقول مع الاسف راه هي ما عندي زهر راه وقفات في 9:30. لا، هذاك اللي شارك معايا الروسي وشارك معايا الكونترا راه دافع مع 9:30، ولكن واحد اخر دافع مع 9:40 ما شاركش معايا انا الروسي وما شاركش معايا الكونترا وما مشيتش سولت في البريفيتورا ديال كومو اشنو كيبقى، كنقول لك اخويا انا شخصيا واحد اخر شوف اشنو كيقول لك، كيقول لك واقفه في يكون كيف ما كان نوعه، بزاف ديال الناس كيقولوا ماشي غير واحد ولا جوج، فهمتوني؟ يعني باش نقول لك ها فين واقفه ما يمكنش لي نقول لك ها فين واقفه، كنقول لك تسنى وما تفقدش الامل حتى تخرج لك الكونترا. يعني عندك شي زهر ودخلتي الكوطا غتخرج لك الكونترا، ضعفوا الكوطا غتخرج لك الكونترا ديالك، فهمتوني اخوتي؟ حيدوا الناس اللي هما داخلين قبلك، كيف ما قلنا هذا ديال 9:30 وانت عندك 9:40، شافوا ان ما كتوفرش في الباترون جميع الشروط، داروا بحث على الكونترا ولقاو انه ماشي تلهيش، الباترون ماشي هو هذاك، ما عندوش وثائق، كيحيدوه ويدخلوك انت اللي دافع مع 9:40 باش يكملوا العدد ديال الحصه اللي هما طالبين الكوطا، فهمتوني اخوتي؟ يعني باش نقول لك راه واقفه في، ما يمكنش لي انا دائما كنقولها ما كنقولش راه واقفه في التوقيت الفلاني. لا، حنا كنشوفوا غير الكونترات وصلنا بهم، والروسي اش من تاريخ اش من توقيت دفع السيد اللي شارك معنا الكونترا، فهمتوني اخوتي؟ يعني بدون مناوره ولا كذوب ولا، دائما كنهضروا واقعيين وعفويين الاخوان. حر خلف، واش كاين شي جديد على السناتوريا؟ حمزه خويا مازال ما كاينش جديد على السناتوريا، انا تكلمت عليها.
موديل بي تورونتو تورونتو موديل بي. لا لا ما عنديش عليها اخبار خويا. موديل بي في هذه الناحيه دي ما عنديش عليها اخبار. تورونتو موديل سي، موديل سي راه كيخرج وعندي توصل في كونترا ديال موديل سي خويا. بغيت نصيفط لك الكروسي مهدي خويا، صيفطوا لي في الخاص ديال لاباج ديال الصفحه خويا. حرة دخلت، واش كاين شي جديد على السناتوري حمزة خويا؟ لا مازال ما كاينش اخويا جديد على السناتوري، مازال ما هضروش عليه، كنتسناو ان شاء الله لو كان جديد نشارك معكم خويا. بغيت خويا بغيت نسافر الكروسي، ارسلوا في خاص. مرحبا، لقيت باترون ديال السباقه، واش ضروري يدير ليا باللي كنت خدام معاه شحال هادي؟ الا كنتي كتسنى في قانون ديال السناتوريا وبغاو قطاع الصباغه والبناء ممكن انه يريقلك، ولكن على حساب القطاعات. نشوف بعدا شحال الساعه باش تمشي الخدمه، ولكن على حساب القطاعات اللي كيطلبوا. دابا هما مثلا فاش كيفتحوا السناتوريا كيشوفوا الخصاص في اليد العامله في القطاعات اللي هما مثلا باغين. كيف ما شفنا عام في 2020 طلبوا في الفلاحه، في الصيد البحري، في البادانتي، في الدوميستيكو اللي هو كولف او يعني خدم المنازل، عمال المنازل. السنه هذه الا قال لك البناء وقال لك الصباغه ممكن انك تستاهل، قالوا نقل البضائع الشوافريه ممكن انك تستاهل. تخيل معايا هذه السنه هذه كذلك يقولوا الساناتوريا غادي نفتحوها فقط في قطاع الفلاحه والسياحه، غادي يستافدوا غير هاد جوج قطاعات، واخا انت الباترون ديالك خدام معاه ولا ما خدامش معاه ولا باغي تشري الكونترا وموعدك انه يعطيك الكونترا، ما كون هاني ما غاديش تستافد من قانون الساناتوريا، خاصك تدفع في القطاعات اللي هي مطلوبه في القانون. فهمتوني اخوتي؟ واش كاين شي جديد على قانون فلوسي؟ مازال. سلام خويا، الكونترا 9 نصايب بها الوراق، ام ريان تصايبي بها الوراق، كونترا ديال 9 شهور ولا 6 شهور في حاله ما. الناس اللي كيسولوا على الكونترا واش نصايب بها الوراق ولا لا، الى الباترون ديالك جابك خدمك ريقلك خلص عليك الضرائب كيصبح عندك حق انك دير لا كونفرسيوني، دير تغيير من سبب لاخر من محدود موسمي لعمل ثانوي باش تاخذ برميسو دي سوجور ديالك هنا. ولكن ثاني يعني الشرط خاص الباترون ديالك اللي جابك انه يريقلك خاص عليك الضرائب. الشرط الاخر ضروري كيتفتح الديكريت وفلوسي وكيحدوا معاه واحد الحصه ايضا، واحد الكوطا، وخاصك تدخل ضمن الحصه اللي تحدث. يعني حتى يتفتح قانون ديكريتو فلوسي عاد ممكن انك دير لا كونفرسيوني، وهذا راه موضوع طويل الاخوان، حتى هو غادي نهضروا فيه ان شاء الله ديال لا كونفرسيوني، ديال تغيير رخصه الاقامه ديالك من عقد عمل اللي هو محدود موسمي لعقد عمل ثانوي وتبقى هنا في ايطاليا. هذا حتى هو موضوع الاخوان خاصنا نهضروا فيه، لان كان موضوع يجبد موضوع ما غاديش نساليه اليوم بطبيعه الحال. خويا يونس كيقول لي موديل بي مازال حابسينه، حتى حاجه ما محبوسه، لا ما كيحبسوا حتى شي حاجه، كلهم كيخرجوا. ميلانو كانت حابسه من 2020 وخرجت ديال 2020 و2022. المهم هاد السيده ديال الدافع قال لك راهم حابسين، اشنو السبب اللي خلاهم حابسين؟ شنو السبب خلاهم حابسين؟ ولا تسنى خويا حتى تخرج، ولا يقدروا انهم يكونوا غير معطلين ومتاخرين في المعالجه ديال الطلب ديالك. خويا واحد ايطالي فلاح ما يبغيش يعطيك كونترا، يحب يدير ليه مشكل. ايوب السلام لودي، لودي كيخرجوا، هضرت عليها، لودي كيخرجوا اخويا، لودي كيخرجوا. عندي موعد في شهر جوج ما عنديش باسبور، عندي موعد في شهر جوج ما عنديش باسبور. ما عرفتش انا كيفاش شديت اخويا الموعد وانت ما عندكش باسبور وكتسنى في كونترا، اشنو باقي كتسنى خويا؟ شوف سير، اشنو اليوم؟ اليوم ثلاث، غدا ان شاء الله سير قاد الباسبور ديالك وديرو تحتك بلا ما تبقى تسنى في القنوات وتسول اخويا في الصفحات والجروبات عندي الموعد ونمشي. ما عرفتش انا الاسئله اخوتي والله ما عرفت. واش واحد تيتسنى في كونترا وعنده موعد في القنصليه باش انه يدي الباسبور يتطبع ويطبعوا ليه التاشيره وباقي ما عندوش الباسبور؟ ما عرفتش انا هادشي، هذا العجب والله لا يعجب. خويا من غدا جمع الوثائق ديالك وسير صاوب الباسبور ديالك، راه ما كيتعطل السيمانه غتاخذ الباسبور ديالك. ما عرفتش شنو مازال كتسنى خويا والله ما عرفت. سلام خويا فيرتشيلي، فيرتشيلي كتخرج خويا، كتخرج فيرتشيلي كتواجد في البيامونتي، فيرتشيلي، تورينو، كونيو، اليساندريا، كلهم كيخرجوا اخويا. لا ما فهمتش يوسف خويا، فهمني اخويا والله فهمني. مع قلت هي عندي موعد وكنتسنى باسبور مازال ما عنديش. الا ما عندكش اخويا خاص ضروري باسبور، شوف في الخاص ممكن غادي نجاوب خويا عبدو. والله ايطالي برشا صعبت، والله ايطالي برشا صعبت خوتي. خويا يوسف ارسل لي في الخاص، ارسل لي في الخاص اخويا السؤال ديالك، حقاش قلتي لي الباسبور ما عنديش وكنتسنى في الموعد؟ يعني هادشي اللي فهمت. الله ينورك خويا، الله يجازيك انت بخير. ادخل عندي الخاص
ورسل لي اخويا السؤال ديالك، ارسل لي الاوديو باش نتصنت ليه ونجاوب خويا على السؤال ديالو. رانا حقا جاوبتك اخويا على السؤال اللي رسلتي ليا، ما عندكش باسبور وكتسنى في الموعد. انا خويا عندي موعد ديال اللجوء شهر جوج، ما عنديش باسبور. لا خاصك اخويا ضروري باسبور دابا. نصحابك انا، انت يوسف خويا صحابك في المغرب وكتسنى موعد انهم طبعوك فيزا وما عندكش باسبور، لهذا داكشي علاش تقلقت. حقاش ما كنبغيش الناس بحال ما كتبقى تسنى في الخوا الخاوي. المهم انت عندك داير اللجوء وما عندكش باسبور، ضروري الباسبور. علاش؟ حقاش انت فاش كتمشي للكويستورا الكويستورا عند البوليس كياخذوا من عندك الباسبور الاصلي. الباسبور الاصلي كياخذوا من عندك، كيشدوه لك هما البوليس، كياخذوا من عندك الباسبور، خاصك تمشي وتعطيه ليهم. يعني انت خاصك تمشي للقنصليه، سواء تابع اللومبارديه ولا الفينيتو ولا ولا الترنتينو ولا لاسيو ولا كامبانيا ولا بيمونتي ولا ليغوريا، فين ما كنتي غتمشي للقنصليه، غادي تدي معاك لاكار ديالك. اسمعني اخويا نقول لك، غادي معاك لاكار ديالك، لاكار طبيعه ديال المغرب، وغادي تدي معاك الدوميتشيليو السكن. فين ساكن؟ حقاش باش الباسبور ديالك ما غاديش يدرك لاكارت ديال المغرب، ما غاديش يدرك السكن ديال طبيعه ديال المغرب، لان لاكارت ممكن انت يلا جيتي وقرب اللجوء غادي يكون العنوان ديالك ديال المغرب في لاكارت. غادي معاك لاكارت ديالك، وغادي دي معاك السكن دوميتشيليو فين ساكن، ها فين كنسكن، ها فين كنسكن. هما هذاك السكن كيحطوك في الباسبور ديالك، هاد السيد سميتو سميتو كل رقم يعني البطاقه التعريف الوطنيه، والسكن ديالك ها فين كيسكن هنا في ايطاليا، وكيعطوك الباسبور بلا كارت. ممكن انهم يقولوا لك نسخه الازدياد ولا عقد الازدياد ولا كذا ولا هذه ولا هذه، ولكن ما كنظنش. بلا كارت ديالك والسكن هنا في ايطاليا كيسيبوا لك من طبيعه الحال الباسبور ديالك، ودي معاك الموعد فاش غادي تمشي لعند البوليس، وراهما فاش غادي تمشي تما انت غادي ياخذوا من عندك الباسبور وغادي يشدوه لك حتى يوافقوا لك على كل شيء، ويعطيوك العامين ديال بروتيسيون سبيتشالي ديال الحمايه الخاصه وكل شيء. المهم غادي يعطيوك الاول 6 شهور مؤقت، ومن بعد غادي يشوفوا، غادي يدرسوا الاسباب والملف ديالك والطلب ديالك، ويشوفوا واش عندك حق انك تاخذ اللجوء ولا لا. فهمتني اخويا؟ المهم صاوب الباسبور ديالك خويا، جاوبنا على الخاصه خويا يونس، راه شهرين هذه وانا كنتسنى تجاوبني. ناري خويا صلاح، اكتب لي اخويا، اكتب لي انا غادي ندخل، غادي ندخل اخويا، غادي ندخل الخاص وغادي نجاوب خويا. حقاش راه تيطلعوا لي ميساجات وراه كنجاوب، وراه الناس معانا هنا وكيتفرجوا فيا وكنجاوب. رانا كنجاوب، ماشي ما كنجاوبش اخوتي، رانا كنجاوب. والهدف ديالي من هذا اللايف راه كان على حساب باش نجاوب خوتي. العمل في نيرو موجود في ايطاليا، غادي نطلع ان شاء الله. العمل كاين موجود في ايطاليا، بالاخص اللي عندك حرفه. ما عندكش حرفه، ما عندكش الاوراق، كتبقى تسنى. العمل ارزاق، العمل ارزاق. كي عندك الاوراق كي ما عندكش الاوراق، كي عندك حرفه كاين اللي عنده حرفه وقاس، لان كل واحد ورزقه الصراحه، هي دي كل واحد ورزقه. عندك حرفه كاين حظوظ وامل اكثر من طبيعه الحال، لان انت عندك حرفه. والله خويا حنان اختي، والله خويا تعطلت السلام لودي كتخرج بي كتخرج، الله يعزك ويحفظك مصطفى خويا، الله يعزك خويا، والله يعزكم كاملين وربي معاكم، والله يسهل على الجميع. الاخوان غادي نخليكم، والله ما سخيت بكم، غادي نحاول انا نقطع هذا اللايف هذا باش حتى نلبس حويجي ونمشي للخدمه خوتي، وغادي نبقاو مره نديروا لايفات ونهضروا على الجديد. وكنتسنى حتى انا الجديد ديال عقود العمل والسناتوريا انه يطلع يعني شي خبر نشاركوا معكم. والله العظيم فرحان. علاش؟ حقاش بزاف الناس غاديين يستافدوا، كيتسناو باغيين يطلعوا، وحتى الناس اللي هما هنا داخلين وباغيين يستافدوا من الاوراق ديالهم كيتسناو في السناتوريا. حتى الناس اللي هما تنصب عليهم في 2020 باش تفتحات السناتوريا، وكاين البعض انه فضل انه ما يدفعش القانون ديال 2020، قال ضروري خاصني عوض ما انني ندفع ب 6 ولا 7 ولا 8 باش ندير زواج، ولكن ما دار لا زواج الاول. كنت اسف حتى لهاد الناس هادو اللي ضيعوا السناتوريا، يعني ضيعوا القانون اللي هو فات. خويا معايا السيد اللي جاب ليا كونترا غادي، خويا انا دار معايا السيد اللي جاب ليا كونترا غادي يريقلني، غادي يريقلني ويدفع ليا كونفرسيون. قال ليا غادي تطلب ب 2 مليون ولا تقدر تخرج تقدر ما تخرجش. فاش ولينا في الشك تخرج ولا ما تخرجش، علاش انا غنعطيك 2 مليون حتى تخرج، حتى تخرج وندفع وناخذ الوريقه ديالي ولا الفيزا ولا ونعطيك هذاك الشيء اللي بغيتي. المهم طلب من عندك شي حاجه اللي هي بسيطه، مثلا هذا السيد هذا كان معقول، لان كاين ناس معقولين. على الاقل عطيه قيمه طلب باش غادي يدير طلب. حقاش الطلب ممكن انه يديرو حتى هو عند مكتب الخدمات غادي يخلص، باش حتى هو ما يخلصش من جيبه. ودير انت هذا السيد هذا اللي كنتي كتثق فيه، عطيه قيمه الطلب، ولكن فاش نوليو في الشك تقدر تخرج تقدر لا، وانت متاوي معايا على جوج ما غاديش نعطيك جوج. هاك قيمه الطلب ورزقك تلقى عند شي حد
بيناتنا ثقه، خرجت خذ خذ رزقك، ما خرجتش السلام عليكم شوف لك شي واحد اخر. خويا يونس كيجاوب، مرحبا خويا حسن، وي خويا رانا كنجاوب تبارك الله عليك. خوتي ما بقى لي الا نودعكم، وان شاء الله غادي نبقاو مره مره في ملقيت الوقت غادي نبقاو نديروا لايف ونهضروا على اللي كاين، نهضروا على الجديد ونحاولوا اننا نجاوبوا على الاسئله ديالكم. السلام عليكم خوتي، نهاركم مبروك والله يسهل على الجميع.